أرجوكم كفاكم لعبا على مشاعر التونسيين، فوالله إني أخجل من إهانكم للناس أنكم المتحدثون باسم الإسلام وأنكم صائروا الإسلام وأن الإسلام سيذهب بذهابكم. والله إن مسلمون من قبلكم ومسلمون من دونكم ومسلمون من بعدكم، فإن كان تمسككم بالسلطة هو فقط لأجل الإسلام فأنا أقول لكم اذهبوا واطمئنوا على الإسلام، فهو لم يسقط بوفاة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فما باله بذهابكم. أن هذا الدستور هو للأجيال القادمة، فلا تصدروا كراهيتكم وحقدكم وممارساتكم الإقصائية إلى جيل نأمل أن يحمل المشعل وأن يكون خيرا منا بكثير. فاعتبروا مما حصل في مصر والتفوا حول شعبكم، ولا تؤسسوا لدستور يضمن لكم الانفراد بالحكم. إن كان المقام يعنيك سيدي فبالتأكيد، لكن هو نصيحة. وقتك انتهى. عندي 10 دقائق مازال. لا فاهم، هو فاهم 10 دقائق وتحنى في الحصر إلى فين؟ قدامي كلهم. هذه نصيحة يجب الاعتبار بها. فالتفوا حول شعبنا ولا تؤسسوا لدستور يضمن لكم الانفراد بالحكم، لأن ذلك لم ينفع مع غيركم ولن ينفع معكم. فقد كنتم تصرخون وتنددون بإقصائكم في العهد السابق، ولما وصلتم إلى الحكم سعيتم لإقصاء منافسكم السياسيين. كنتم تحتجون وتطالبون بقضاء مستقل، ولما وصلتم للحكم ووضعتم أيديكم على القضاء واحتجزتم مواطنين برأتم المحاكم. كنتم تدعون الدفاع عن الدين الإسلامي، ولما وصلتم الحكم أصبحتم تتاجرون بالدين وتظنون أن الله لم يهدي سواكم. في عهدكم سمعنا عن جهاد النكاح، في عهدكم أصبح الجهاد في سوريا، في عهدكم عصابات الإجرام تعيث في الأرض فسادا بعنوان حماية الثورة، في عهدكم أدخلت الأسلحة إلى بلادنا، في عهدكم لغم جبل الشعامبي، في عهدكم جوبها الشعب بالقمع وضرب بالرشوة، في عهدكم كفر المعارضون، في عهدكم اغتيل لطفي هدر، في عهدكم اغتيل شكري مليون، في عهدكم اعتدي على السفارات. انا مش نقص الميكرو، اتركني اختم. لا اعطيتك اكثر من وقتك.